ازيك شباب، معاكم مازن ورجعت لكم بفيديو جديد. والنهارده ان شاء الله شباب هنتكلم عن اخبار روبلوكس. انا شايف جديد عندنا اخبار كثيره جدا، ومن الاخبار دي شباب ان دلوقتي تقدر تحط مسافه في اسمك في لعبه روبلوكس وتغيير اسعار الروبوكس، ولعبه مشهوره جدا في لعبه روبلوكس اتمسحت. موضوع شباب عندنا اخبار كثيره جدا في الفيديو ده. وقبل ما نبدا الفيديو يا ريت تكون عامل لايك وسبسكرايب وكومنت وشير، وما تنسوش تدخلوا سيرفر ديسكورد شباب عشان هناك بنعمل فعاليات وبنوزع روبوكس، ويعني اعمل لي فولو على الانستجرام بالمره كده. وده يا شباب كنت عايز اشكر اي حد مشترك في القناه او عامل انتساب. وبس يلا نبدا في الفيديو. وده عشان دلوقتي عندنا اول خبر شباب، وهو خبر غريب شويه، ان شباب اي حد كان شغال في لعبه روبلوكس ايام كورونا تمام، وكان شغال من البيت تمام، دلوقتي شباب روبلوكس قالت لهم تعالوا المكتب تاني واشتغلوا من لعب من مكاتب روبلوكس تاني. طبعا شباب زي ما شايفين دلوقتي قدامنا هنا بيقول ايه، دير روبلوكس امبلويز، يعني بيقول اللي هم شغالين في روبلوكس تمام، من دلوقتي هنقول عدد من الناس اللي هم شغالين في بيوتهم انهم يجوا المكتب بتاعنا اللي هو في سان ماثيو، شفت اسم مكان يعني، على الصيف الجاي تمام، وهينتقلوا من العمل في البيت ينتقلوا شباب العمل في مكتب روبلوكس. وطبعا شباب بيقول ان روبلوكس هتبعت ايميلات لكل اللي شغالين في لعبه روبلوكس وبين لهم الموضوع ده هيأثر عليهم ازاي. وطبعا شباب الناس هنا، وطبعا شباب انا كاتبين الناس متضايقين جدا من التحديث ده او الخبر ده، لان شباب روبلوكس كتفوق بتشجع عن العمل في الريموت اللي هو العمل في البيت يعني، واخد بالك انت، لكن روبلوكس غيرت رايها. وطبعا شباب الخبر اللي بعده شباب خبر حرفيا حصل من كام ساعه، وان روبلوكس شباب كانت بايظه لفتره مش صغيره خالص، كانت بايظه شباب تقريبا لمده ساعتين حاجه زي كده، الناس كانوا مش عارفين يلعبوا روبلوكس تماما يعني. وطبعا شباب دي كانت الرساله بتظهر لهم، طبعا شباب دلوقتي روبلوكس شغاله عادي جدا في وقت تصوير الفيديو يعني، طبعا شباب دلوقتي دي كانت الرساله بتطلع لهم بيقول لهم ايه، روبلوكس 503 بيقول سيرفيس ان افيلبل، نو سيرفر از افيلبل تو هاندل ذس ريكويست، يعني كانت بايظه من الاخر روبلوكس يعني. طبعا شباب دلوقتي روبلوكس شغاله عادي جدا، لكن المضحك ايه، روبلوكس اشتغلت بعديها باظت تاني بعديها اشتغلت، الموضوع كان غريب جدا يعني، هو ايه روبلوكس باظت بعديها اشتغلت تاني، كان الموضوع غريب جدا شباب. الناس كانت بتضايقوا طبعا لان الموضوع طول شويه يعني ساعتين كتير يعتبر، لكن شباب الحمد لله المشكله اتحلت، فاي حد عايز يلعب روبلوكس دلوقتي يروح يلعبها براحته. وطبعا شباب الخبر اللي بعده شباب هو يعتبر لصناع المحتوى اللي على تيك توك. طبعا شباب لو انت مثلا بتعمل محتوى على تيك توك اسمع كويس جدا. طبعا شباب ايه الفكره دلوقتي؟ دلوقتي شباب ان لو انت بتعمل محتوى على تيك توك وعرفت تعمل فيديو عارف يكون اول فيديو بعدد الفيوز في هاشتاج بليد بول، طبعا شباب لعبه بليد بول دي لعبه مشهوره جدا اخر فتره يعني في لعبه روبلوكس طبعا. المهم شباب لو انت استخدمت هاشتاج بتاع اسمه بليد بول تمام، والفيديو بتاعك هو الفيديو الاول على المشاهدات هتاخد 10000 دولار، ولو الثاني على المشاهدات هتاخد 5000 دولار، ولو الثالث هتاخد 2500 دولار. بيقول يا شباب ايه، بيقول الفيديوهات اللي هي نزلت من اول دلوقتي رايت اكتوبر 31 هما بس اللي هيكونوا موجودين. طبعا شباب لو انت بتلعب لعبه ممكن تستخدم كود هالوين عشان تاخد تقريبا تاخد عمله اللعبه يعني. وطبعا شباب الخبر اللي بعده شباب كنت متكلمين عنه قبل كده، وهو شباب ليه علاقه بالبرايفت سيرفرز او السيرفرات الخاصه في لعبه روبلوكس. طبعا شباب زي ما شايفين دلوقتي قدامنا هنا التغيير بتاع اللينكات. طبعا شباب زمان كان لينك طويل، طبعا شباب دلوقتي قصروا اللينك عشان يكون اسهل، فشباب لو حد بعت لك اللينك ده ما تقلقش، هو مش بيحاول يهكرك او اي حاجه، هو فعلا اللينك الجديد ده بقى شكله يعني. وطبعا شباب الخبر اللي بعده شباب هو خبر مش مهم، لكن خبر ممكن الناس يكونوا عايزين يعرفوه يعني. طبعا شباب هو ان الالعاب دلوقتي في روبلوكس بقوا بيستخدموا صوره معموله بالذكاء الاصطناعي في صوره الماب بتاعهم. طبعا شباب زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامنا هنا لعبه اسمها فانتوم فورسز وريستورن تايكون 2 وماي ريستورنت تمام. طبعا شباب دول عملوا ايه، استخدموا شباب اللي هو اسمه اي اي موديل ديلي 3 تمام. طبعا شباب ده عباره عن ذكاء اصطناعي تمام، استخدموه شباب عشان يعمل صوره الماب بتاعهم. طبعا شباب زي ما شايفين دلوقتي قدامنا هنا الصوره، طبعا شباب هنا دي الصوره اللي معموله بالذكاء الاصطناعي. طبعا شباب انا حاسس الصوره حلوه جدا، انا في الناس متضايقين فعلا لكن الصوره حلوه جدا، لكن طبعا شباب تقريبا حسب ما فهمت الموضوع ده مش صح يعني، المفروض ديلي 3 يمنع الكلام ده يعني، الذكاء الاصطناعي ممنوع انك تستخدمه للابداع يعني، الحاجات اللي هي كوميرشال اللي انت تاخد قدامها فلوس واخد بالك انت، لكن تقريبا شايف لانه هنا كاتب اسم الذكاء الاصطناعي ما اظنش هيحصل مشكله يعني، ما اظنش هيهتموا ان هم يعني يضروه يعني. وطبعا شباب الخبر اللي بعده شباب وهو ان في ماب مشهور اسمه ادمي اتمسح. طبعا شباب الماب ده ظهر اخر فتره. طبعا شباب فكرته تقريبا شباب انك بيكون مثلا قدامك دلوقتي اسماء اسم شخص تمام، وممكن تعمل لايك او ديسلايك،
لايك شايف انك عايز تكلمه، ديسلايك معناه شايف انت مش عايز تكلمه، وبيظهر له شايف بنفس الكلام بتاعك، يعني بيظهر الافاتار بتاعه وبيظهر له معلومات انت كاتبها عن نفسك، فهو برضه قدامه لايك وديسلايك. لو انتوا الاثنين عملتوا لايك هيظهر لك شايف شات انتوا تقدروا تكلموا مع بعض. انا شايف هو في برنامج ديتنج مشهور جدا مش هقول اسمه، يعني نفس الفكره بالظبط، لكن ده شباب الناس هنا كانوا ناس بيستخدموه عادي جدا، لكن في ناس استخدموه بطريقه غلط. راح الشباب صحاب الماب مسحوا الماب او قفلوا الماب، لان شباب كانوا يعني بيستخدموا طريقه مش صح يعني خالص. بيقول شباب هنا ايه، هلو اول ديسبايت اور بريفيس اند كوني، مش عارف انطق كل الكلام ده. المهم يعني شباب بيقولوا ايه، بيقولوا شباب ان لازم نبقى فيه انفايرمنت صالحه للاطفال من الاخر شباب، ان يعني لازم يكون الموضوع كويس، فاهم قصدي؟ لان لو فعلا الناس بيستخدموا بطريقه غلط ممكن اطفال يتعرضوا لحاجات مش مفروض يتعرضوا لها، واخد بالك انت؟ عشان كده شباب دلوقتي ماب الحمد لله اتقفل. طبعا شباب هم اللي عملوا كده، يعني صحاب ماب هم اللي عملوا كده، روبلوكس ما اجبرتهمش على حاجه. فطبعا شباب اظن دي حاجه كويسه جدا. وبس يلا بينا على الخبر اللي بعد شباب. وطبعا شباب الخبر اللي بعد شباب وهو الخبر الاخير تقريبا، هو شباب ليه علاقه ب الروبوكس. طبعا شباب اخر فتره اسعار الروبوكس اتغيرت عند ناس كتير جدا. طبعا شباب ما اتغيرتش عندي انا، لكن اتغيرت عند الكنديين واتغيرت عند الاوروبيين وكل الكلام ده. طبعا شباب زي ما شايفين دلوقتي قدامنا هنا اسعار الروبوكس، وطبعا شباب دلوقتي قدامنا هنا الاسعار الروبوكس الجديده. طبعا شباب دي اسعار تقريبا للكنديين تقريبا، مش عارف ده الدولار الكندي تقريبا. المهم يا شباب دي اسعار جديده شباب، اسعار اغلى من زمان. طبعا شباب غيروا اسعار خالص، يعني كان زمان بيظهر 5 دولار تقريبا بيجي لك تقريبا 400 روبوكس حاجه زي كده. طبعا شباب غلوا وبقى بيجي لك روبوكس ازيد. حد يقول لي مازن ايه المشكله يعني شباب؟ لان هي تعتبر لو عملت عمليه حسابيه معقده كده هتلاقي شباب ان فعلا انت خسران، يعني هم غلوا اسعار. لان شباب زمان كانت ال1000 روبوكس، 1000 روبوكس بس ب 10 دولار، لكن دلوقتي شباب ال1000 روبوكس بقى بقرب 12 دولار ونص. طبعا شباب الاسعار دي غاليه جدا. طبعا شباب الموضوع ده مش هيأثر عليا اني كنتش بشتري روبوكس اصلا، لكن صراحه شباب يعني موضوع مش حلو، موضوع اللي هم يغلوا اسعار روبوكس يعني. وطبعا شباب هنا زي ما انتم شايفين دلوقتي قدام شباب برضو اسعار بالدولار. طبعا شباب دلوقتي طبعا شباب كل بلد ليها اسعار مختلفه. فما شباب دلوقتي غلت نص دولار تقريبا شباب، يعني شباب غيروا اسعار خلوها نص دولار زياده. وطبعا شباب دلوقتي شالوا انك ممكن تشتري 80 روبوكس، دلوقتي شباب بقت اقل حاجه دلوقتي 450. زي ما انتم شايفين يا شباب دلوقتي شالوا خالص ال 80 روبوكس. طبعا شباب مش فاهم ليه عملوا كده يعني، لكن طبعا شباب انا عندي الاسعار لسه زي ما هي، الخمسه بتديك 400 روبوكس، ولو اشتريت بريميوم هتاخد 450 روبوكس. طبعا شباب الحمد لله ما اتغيرتش عندي لسه، لكن مش عايز اتغير صراحه. انا شايف الاسعار دي حلوه جدا شباب، هي مش حلوه جدا لكن يعني ماشي حالها يعني احسن من الاسعار التانيه. وبس كده شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكومنت وشير، وسلام.